هنروح هيك لعالم الرياضيات والمهارات الرياضية وأثرها الإيجابي على تفكير أطفالنا. واليوم في دراسة حديثة أظهرت أنه تعليم الأطفال العد باستخدام الأصابع يمكن أنه يعزز مهاراتهم الحسابية لحد كتير كبير وبتحسين بنسبة 40%. صحيح رشا. تحدثت الدراسة وتحدثت لأجراها باحثون سويسريون النظرة التقليدية التي ترى في أنه العد على أصابع اليد هو دليل على صعوبات تعلم الرياضيات، لتؤكد أن هذه الطريقة ممكن تكون دليل على فهم متقدم للأرقام لدى الأطفال الصغار. نتعرف اليوم على طريقة الأصابع المدهشة كأسلوب تعليمي لتنمية مهارات الطفل الذهنية. معنا اليوم الأستاذة رنا منذر، مدربة مدربين وأطفال في طبعا عدة برامج لتقوية المقدرات الذهنية للطفل ضمن مؤسسة علمني، وأيضا معنا أحد الأطفال اللي رح يكون كمان ضيفنا اليوم لحتى نعمل تجارب معه على الهواء. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير يا مدار. صباح النور. برافو عليك، ما بدنا نهز، بدنا نحكي كيفك اليوم. منيح؟ تمام؟ تمام. أهلا وسهلا فيك. خلينا لعندك شوي سترنا. هلأ العد على الأصابع هي طريقة تقليدية وهي معروفة بالنسبة للجميع، ونحن أول ما تعلمنا أنه نحط بعقلنا ونعد مزبوط على أصابعنا إلى آخره. اليوم شو الجديد بهي المهارة وشو عم تعمل إضافة للأطفال؟ تمام. أول شيء برنامج الأميزنج فينجرز أو الأصابع المدهشة هو برنامج عد الأصابع للملايين. نعم. هو من ضمن محور علمني كيف أحسب بمؤسسة علمني، أخذ حقوق الملكية الفكرية الأستاذة رفيدة مكي المدير التعليمي بمؤسسة علمني. الجديد فيه أنه الطفل يقدر أن يحسب أي عملية حسابية بإيد واحدة. نحن بنعرف أنه كلاتنا عم نحسب بإيدنا ومنحط بعقلنا ونشتغل، ولكن هون الطفل بيحسب بيد واحدة وصولاً لمنزلة الملايين. عزيزي خلينا نبلش شوي نحكي عن البرنامج، نشرح عنه قديش لكم بلشتوا فيه وشو الطرق. في كتير وسائل تعليمية جايتينا اياها. طبعا اكيد وسائل إضاحية رح تكون، لأنه نحن نشتغل على مبدأ التعلم عن طريق اللعب. أي شيء ممكن يتعلم الطفل فممكن نحن ندخل إلى وسيلة لحتى يلعب فيها، وبنفس الوقت يكون عم يتعلم، فبيمضى الوقت معنا بسرعة وكمان هو بيمضى معه الوقت أكيد بسرعة. في معنا هون وسيلة الأصابع اللي هي الأصابع المدهشة. تمام. معنا بطاقات، هي الشهادات اللي حاصل عليها كمان. خلينا نستعرضهم وكاميرا حضرتك، هاي الكاميرا اللي معنا. خلينا اليوم بس نستعرض الوسائل بالأول، تفضل. تمام. البطاقات احنا بالحساب الذهني في عنا هذا الرقم هو 5. هذا هو 5، وهون في عندي على ايدي 1 2 3 4، وهي رح تكون 5. يعني انا لما بحط للطفل 5 مع 1 فهو رح يكون جوابي 6. اما هون مثلا هي البطاقه هي 5 مع 3، فهون شو رح يكون جوابي؟ اذا 5 و3 فهون رح يكون اكيد 8. هي شكلها هيك 8، اليد هيك شكلها 8. اذا بحط هيك معناته انا في عندي 0 0، ما مع شيء. هيك 1 1. تمام. وهيك 2. رح يكون في مع 2. هيك 6. تمام. 5 6، برافو. وهيك كمان 7. تمام برافو. وهي هي 5. تمام. هي نحن عم نحكي فقط احد، لانه برنامج الاميزنج فينجرز بيعتمد على حل عمود عمود وليست الاعمده كلياتها بشكل مع بعضها. طيب خلينا نشوف مضر. ايه اكيد يجرب شيء لو سمحتي. ايه اكيد طبعا. هلا مضر في امامه هون تمرين هو للملايين. حلو. ايه فاكيد مضر في قلم ومضر طبعا اكيد. اين ورقته لمضر اللي بدك اياها؟ هاي مضر نقرب شوي ناخذها. يلا انت شوي شوي خذها 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 خذها. يلا نرجع. بدك رصاص؟ قد ايه له مضر؟ تفضل مضر. اول شيء شو بدك تعطيه تعليمات؟ خلينا ندردش قبل ما خلص تمرينه. هو رح يحط هي هون تمام مشان يرتكي على شيء. طبعا نحن عم نشارك بمسابقات محليه وعالميه، ومضر هي ثالث مسابقه بيشترك فيها وبيحصل كمان على المراكز الاولى بالحساب الذهني. فيك تبلش حل اصابع، تأرجيهم كيف في يحل بسرعه. تمام مضر. يلا يلا عم نشوفه. هلا دردش ولا مشوش عليه؟ طيب. لا لا اكيد. قديش اليوم الام لازم هيك تحط ابنها بهي المهارات، وباي عمر يعني اليوم انه الولد بيقدر انه يفهم القصص اللي عم يشتغلها؟ اكيد هلق نحن بنحط الاطفال من عمر 5 سنوات ل 14 سنه.
ببرنامج الامازينج فينجرز او بشكل عام مهارات فكريه عقليه للطفل، لما بيكون بعض الطفل خام، بعد في عنده مثل ما بقول الطفل السفنجه بيلقط جميع المعلومات صح. بسرعه، فهو كمان رح يعطيكي النتيجه اللي انت بدك اياها كل ما كان الطفل صغير اكيد. هي امثله للتمارين، هي امثله للتمارين كمان فيها خلينا نقول مراحل عمريه، يعني في تدرج بتعلم هي الطريقه ولا لا كل الاطفال بنفس الاعمار ممكن يتعلموا الاليه نفسها بنفس الوقت؟ لا هلا الطفل الصغير بيكون في لهم كتب خاصه فيهم خاصه بالفئات، وفي الاطفال اللي اكبر بيكون في لهم كمان كتب خاصه فيه، وفي لهم طرق. يعني انا ما في اعلم طفل اللي عمره 5 سنوات مثل ما في اعلم طفل اللي عمره 10 سنوات، بيكون في له طرق خاصه في العاب. هي لاي عمر اللي انا ماسكتها هلا؟ هلا نحن هون بنبلش بالطفل بعمر 6 سنوات. هي 6 سنوات إيه تمام، هدول هي هو الكتاب كلياته بكفي فيه. إيه طبعا اكيد تمارين احاد، بعدين بيتدرج عشرات احاد وعشرات مئات الوف، بوصل معنا اكيد للملايين. كانه هون لفئات عمريه اكبر شوي. شو اليوم العمر هذا اللي سترناه؟ كمان هذا العمر ممكن بلش فيه من 6 سنوات، ولكن له 3 مراحل تدريبيه. نعم. رح اعطي الطفل بالاول المرحله الاولى وبلش فيه المرحله الثانيه وبعدين المرحله الثالثه اللي هي اخر شيء ببرنامج الاميزينج فينجرز. طيب كمان في عندنا هون دومينو مين منا ما بيحب يلعب؟ كلنا نحن كبار اذا بتحطي امامنا لعبه. هي شلون بتمرسها؟ هي لعبه تمام، هي لعبه الدومينو، هي تماما مثل الدومينو العاديه اللي نحن عندنا اياها اللي بنعرف نلعبها تمام. رح يكون في عندنا كل طفل يحصل على 7 بطاقات كل حدا فينا، رح نحط رسمه الاصابع والطفل مثلا طلع عنده 60 فلازم يجيب رقم 60 ثاني يحطه جنب بعضه تمام. اذا طلع عنده بطاقه اسمها انا بسميها بطاقه الحظ، يعني بيكون عنده 60 ب60 فهو راح يحطها فيها يروح فيها يمين ولفوق ولتحت. هاي بطاقة الحظ. تمام هاي بطاقه الحظ، اما باقي البطاقات فهو ممنوع يمشي فيهم لفوق ولتحت، فقط باتجاه واحد. طلع معي بطاقتين. معناته حظك حلو اليوم. ان شاء الله يا رب. اليوم سترنا اليوم مو اي حدا قادر يكون هو مدرب مختص بتعليم المهارات الرياضيه للاطفال، اليوم في مؤهلات واساسات مفروض يمتلك الكوتش ليقدر هو يعطي وطفل يتعلق بالشيء اللي بحبه. يعني خلينا نحكي عن هدول المهارات، يعني وخاصة اليوم أنت عم تدربي أيضا يعني مدربين. إيه أكيد. هلق بالنسبة للمدرب اللي بيجي لعنا، أول شيء بداية أنا لما بيكون في عندي ثقة بهذا المدرب لازم يكون هو على قدر تام تعليمي جامعي، بعدين بنتقل فيه المدرب يكون شخصيته محببة للأطفال، الطفل كمان يحبه يحب يتعلم منه، لأنه نحن لما كنا بالمدرسة إنه إذا أنا حبيت الأستاذ فأكيد رح أحب المادة. خلصت يا مدار، خلينا نشوف شو عمل مدار. برافو مدار حل هذا التمرين تمام، هو منازل متعلقة. خلينا بإيدك على الكاميرا لو سمحت. بإيد واحدة حله بيد واحدة مدار بزمن كتير صغير، يعني ما حطينا له نحن التايمر لمضر الحلو. العملية جمع سترنا جمع وطرح، دمج بين الجمع والطرح كمان. هذا بيميز برنامج الأميزينج فينجرز إنه هو بيجمع بين عمليات الجمع والطرح. طيب هلأ تقريبا أنتوا هذا الشيء بيتعلم أول شيء الآلية، بعدين بنبلش نركز على التوقيت مشان نعرف مهارات الطفل إذا هي والتدريب. مختلفة بين طفل وآخر. صعوبة هذا الشيء هل هو صعب مثلا ممكن ما تقدر تتابعه الأم بالبيت ولا لا ممكن سهل عم تعملوا شيء للأهل حتى يتابعوا أولادهم ولا فقط أثناء وجود المدربين مع الأطفال؟ نحن عم بيكون في عنا ورشات للأمهات خاصة فيهم لحتى نحن نعلمهم هن أطفالهم شو عم ياخدوا لحتى تقدر الأم تتابع بالبيت أكيد. وأي معلومة هي بدها إياها ما عرفت كمان ممكن نحن نعلمها إياها. لا هو أكيد ما هو صعب أبدا إنه الأم تتابع ابنها، والأساس التدريب كمان بالبيت أو كأنه بالمركز اللي الطفل مسجل فيه. عم شوف هدول شهادات لمضار، يعني إيه شهادات مضار. أول واحدة الأميزينج فينجرز اللي هي الأصابع المدهشة تمام. حلو. من مؤسسة تعلمني والماجيك ماث المستوى الرابع والثالث والأول والثاني. ما شاء الله يعني هدول أول هو طبعا اهتمام يعني. أهل اهتمام أهل كتير كبير. مدر قد ايه عمره؟ 7 سنين. طيب احكي لنا شوي مدر، اليوم ما سمعنا صوتك ابدا، حليت وبرافو وكل شيء وعم نشوف هالجوائز وهذا الكاس لك كمان مزبوط ولا لا؟ ايه اكيد. احكي لنا شوي هيك قد ايه صار لك عم تتدرب؟ كيف لقيتها صعبه سهله؟ احكي لنا شوي عنها. لقيتها سهله بس
ما بعرف قديه عم ضلني حتى اتدرب، ما بعرف كم سنة. لسه ما بتعرف. طب كم ساعة عم تتدرب باليوم؟ ساعة ساعتين هيك. ساعة ساعتين بعد المدرسة؟ أكيد اليوم سلمى التدريب المستمر يمكن بحاجة إنه ما ينقطع الطفل طبعاً. كرمال ما ينسى، وخاصة إحنا عم نتعامل مع تشغيل الدماغ كامل يعني. أكيد. اليوم في غير التدريب على بالقلم وبالبطاقات، خلينا في شيء اسمه نشاطات اليوم لتحفيز يعني نصفي الدماغ، يعني الحركات المعكوسة، الكتابة المعكوسة طبعاً. السقفة إلى آخره، يعني قد إيه هدول الحركات يمكن أو النشاطات بيزيدوا من خلينا نقول إفراز الدماغ لهي المادة اللي بتحفز تشغيل الجهتين. ايه طبعا اكيد. هلق الاشكال الموجودة معك ياها انا هون الطفل بدي يقوي عنده الذاكرة التصويرية. تمام، بدي اشتغل كثير. لا اكيد على جهة السهم. اوكي، مش عن اشوف الصورة. عندي كل رقم هو لشكل، واحد سهم، اثنين قلب لانه له اثنين، ثلاثة هو مثلث، هي التسعة اللي طالعة معك اللي هي الغيمة، ثلاثة هو المثلث، ايه الأربعة هو المربع، العشرة هي دائرة وجنبها سهم. وجنبها سهم، يعني هي لها علاقة بأنه يجمع بين الأضلاع بالأشكال الهندسية. هلق المربع، المربع له أربعة أضلاع فهو أربعة، المثلث له ثلاثة فهو ثلاثة، غيمة راسمين لها تسعة فهي الرقم جهات. تسعة، الزيرو الصفر فهو دائرة، فهو دائرة الواحد شكل الواحد. فأنا ممكن أعطي عمليات حسابية للطفل ويعطيني الجواب أشكال، فهون أنا انتقلت من الذاكرة السمعية أو الذاكرة خلينا نقول البسيطة لحتى أنتقل فيه للذاكرة التصويرية اللي أنا بعرف أن لغة الدماغ عند الطفل هي الصور، حتى عند الإنسان. إذا أنا حدا حكالي عن شيء بعرفه، بس الأفضل إذا أرجعني صورة عنه. تمام، هلق فهمت. ودائما الفكرة بتحضر بصورة بالدماغ. تماما، لأنه الخيال أقوى من المعرفة. أكيد نحن دائما عم نتخيل ودائما خيالنا بيكون واسع، فما بالك الطفل اللي هو خياله نظيف وانا عم بعطيه شغلات فهو ما شاء الله عنه بيطلع كتير رائع فيهم. يعني انا مثلا بعطي الطفل بداية بلش فيه بارقام صغيرة، يعني 2 مثلا زائد 2، بدل ما يقلك 4 بيقلك مربع او ممكن تكون بطاقات امامهم وهن بدهم يختاروا الجواب الرقم الصحيح. تمام، فبيكون في تحدي وتنافس بين الطلاب. خاصة الاطفال قد ايه بيحبوا عالم الخيال والصور والكرتون. اليوم هي المهارات، يعني إذا جبنا مضار وجبنا الطفل بعيدا عن المهارات الرياضية وكل البرامج اللي عم نشوفها كان من هذا البرنامج أو الحساب الذهني أو إلى آخره، يعني شو الفروقات اللي ممكن نلاحظها بين الطفلين؟ تمام، هلق أول شيء الطفل اللي هو مو خاضع نهائيا لدورات تفكير أو دورات مهارات تدريبية بيكون طفل ممكن يكون عنده بطء شوي. تمام، ولكن الطفل اللي خاضع دائما لدورات تدريبية بمجال الحساب الذهني ومهارات التفكير رح يكون بيمتلك أكيد سرعة كثير كبيرة، سرعة البديهة، الانتباه، ثقته بحاله، حتى هي بتنعكس عنده بالمدرسة لأنه أنا عم قوي شخصية الطفل، عم بشتغل على شخصيته. أنا مو بس مدرسة، أنا مدربة، في فرق كثير، مو مدرسة، تأهيل وتدريب طبعا يوم. أكيد عم بشتغل كشخصية مدرب، فأنا عم كون دائما مع الطفل هو شو بحب، ممكن نميله موهبة عنده ياها الأهالي كمان ما تكون مكتشفتها، ممكن أنا وعي الأهالي أنه لازم تحطوه هيك لأبنكم عنده هاي الموهبة أكيد. فهو أكيد رح يصير كتير شطور، رح يصير عنده ثقة بحاله. ويمكن هي كمان المهارات بتساهم مو بس مثل ما قلنا بتنمية مشكلة الرياضيات، دائما هنا بيربطوا أي نوع حسابي بالرياضيات فقط، لا هي بتنمي لا. كل إدراك طبعاً أكيد. الطفل بحياته وبكل المواد التعليمية أكيد. بدراسته. وين أخذت هذه يا مدار؟ مؤسسة علمني، مؤسسة علمني دمشق، مسابقة 2024. مسابقة 2024. طيب شو بتقول هيك لرفقاتك اللي لسه ما جربوا هاي الطريقة؟ تنصحوني يتدربوا؟ ليش صارت أسهل؟ بتعد أسهل؟ مين بيسبق بالبيت، أنت ولا أخواتك ولا الماما؟ مين بيسبق إذا في رقم بده ينحسب؟ أنا. أنت أشطر؟ طب هلأ إذا أعطيتك أنا رقم تقدر تحسب دغري؟ بدك ورقة وقلم؟ لا هي منتج هلا. طيب. ممكن أعطي أنا؟ أي يلا. أي يلا. بس نعطي رقم شان نسمع صوته ولو مرة قبل ما نختم. يلا جاهز مضار أنا وياك. نشتغل فنجر ولا نشتغل أناك خيال؟ شو جاي عبالك؟ الأسرع لك. إيه الأسرع خيال، شو رأيك؟ يلا أنا وياك نشتغل بالأول أحد بعدين أحد وعشرات. يلا تهيأ عدد افتراضي، ابدأ. 2 2 5 ناقص 6 ناقص 2 ناقص 1 4 5 ناقص 3. جواب 6. رائع، برافو عليك. برافو يا مدر، برافو. يلا اشتغل انا وياك احد وعشرات.
تمام اوكي. 41 14 ناقص 50 ناقص 5 25 52 ناقص 7. بس صار معي بالعشرات. عد لك اياه؟ اوكي ما في خلينا على احد. ايه لا هو بطل ما شاء الله عنه. المرتبة الأولى 14 41 تمام ناقص 55 22 22 كمان تمام وخمسة 91 يلا ما في مشكلة تلبك اليوم مضر بالكاميرا هيك ممكن يكون متلبك شوي بالكاميرا ولا يهمك يا مضر بكيف قديش القصص لو كانت على دورنا كنا من محبي الرياضيات أكيد يعني أكيد أنا طلعت ما بحب الرياضيات من أستاذ يعني في كمان طريقة التعليم بتأثر يعني ممكن أستاذ يحببك بمادة أستاذ يهربك من مادة ناشفة بس اليوم الأطفال عم يعتمدوا على مهارات ورقية ألوان كرتون يعني نحن عنا فضول لإله بدنا نشكر حضوركم لليوم سترنا وبنتمنى لمضر التوفيق هيك ونشوفك على المستوى الدولي بتمثل سوريا إن شاء الله يا رب لايك يا بطل شكرا لكم كثير شكرا لكم كثير